شكرا معالي وزير الخارجية المصري. السيدات والسادة، جئت هنا في زيارة مصرية لجمهورية مصر العربية، وتوجه بخالص الشكر والتقدير على حسن الوفادة. إن مصر شريك منذ زمن بعيد لرومانيا، ليس فقط في أفريقيا والشرق الأوسط ولكن على المستوى العالمي. لدينا علاقات ثنائية ممتازة ورائعة. كما قلت، في 2026 سنحتفل بمرور 120 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تحدثت مع معالي وزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العال، تحدثنا عن مرحلة وبرنامج إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع بالتعاون بين وزارة الخارجية الرومانية، وكالة التنمية الرومانية، وأيضا مركز القاهرة لتسوية النزاعات، وتعبر عن خالص الشكر والتقدير لشركائنا المصريين والمعالي وزير الخارجية المصري، وأيضا لوفد وزارة الخارجية المصري ومركز القاهرة لتسوية النزاعات. نشكركم على حسن الضيافة والدعم الذي أوليتموه إلينا. هذا البرنامج المعقد في مصر اليوم يوضح التنسيق تقوم في مصر كمحور رئيسي للأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا. بالنسبة للعلاقات الثنائية، نحن نعمل على بناء الأمن والسلام في منطقة الجوار. إن تعزيز العلاقات الثنائية والحوار المشترك يركز على الوضع الجغرافي السياسي والسياق الاقتصادي للعلاقات. قمنا بتبادل الآراء والتفاصيل حول موضوعات كثيرة بما فيها الثنائية والتعاون القطاعي والأزمة والصراعات الإقليمية التي تؤثر على المنطقتين. وإذ أعبر عن شواغلي بالنسبة لتصاعد الوقف، تصاعد الموقف في منطقة الشرق الأوسط، وإذ نقدر الجهود الذي بذلتها مصر على مستوى تيسيري دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأيضا على مستوى الوساطة والحد من التصعيد. وقد دعت رومانيا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن على مستوى المراحل الثلاثة المقدمة من الولايات المتحدة والذي دعمته مصر ورومانيا، ونواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة وإطلاق جميع الرهائن، وأن يكون هناك تدفق آمن للمساعدات الإنسانية إلى هناك. إن العنف المتواصل الحقيقة يعوق تحقيق السلام العادل والدائم، وهو بحاجة إلى حلول دائمة. وهذه الحلول المهمة هي أن يكون هناك حل دولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن والقوانين الدولية. عرضت وتحدثت عن مشاركتنا في رفع المعاناة عن المدنيين في غزة. قمنا بإرسال العديد من المساعدات الإنسانية إلى هناك، وأيضا المواد الطبية والأغذية وغيرها من المواد الرئيسية. وقد قررنا أن نستلم ونتلقى الأطفال الفلسطينيين في المستشفيات في رومانيا في نهاية سبتمبر. المجموعة الأولى من الأطفال وأسرهم تم وصولهم إلى رومانيا بالفعل. لنا نشاط كبير أيضا في توفير المساعدات الإنسانية إلى لبنان. وفي بداية هذا الشهر أرسلنا أطنان من المواد الغذائية إلى لبنان أيضا. وإذ نعبر خالص شكرنا للمساعدة الهامة التي تقوم بها مصر في استعادة المواطنين الرومانيين من قطاع غزة ومن السودان.
ونشارك مع مصر في الشواغل الخاصة بالأمن الخاص بالملاحة البحرية في البحر الأحمر والأثر السلبي الكبير على التنمية الاقتصادية في مصر. السادات والسادة، السادات الزملاء، أفدت مع الوزير بموقف رومانيا حول عواقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا. أوكرانيا هي أحد الدول المجيرة لنا، وكان هناك جسر جوي إلى رومانيا في هذا المجال، ونحن ندين هذه الحرب وسلوك روسيا واختراقها للقانون الدولي. رومانيا ملتزمة بدعم أوكرانيا. كلنا نعرف أن الحرب الروسية لها تأثير واسع النطاق على المستوى الإقليمي والعالمي والأمن بصفة عامة، وندرك الاحتياج المتزايد للشرق الأوسط وأفريقيا فيما يتعلق بالأمن الغذائي. إن رومانيا تعمل على التخفيف من العواقب الغير مرغوب فيها لهذه الحرب والقيام بدور العبور للدول التي تحتاج إلى ذلك. معالي وزير الخارجية المصري، إن رومانيا توفر الدعم الدائم لمصر في الاتحاد الأوروبي، ونقوم بمناصرتها وبتطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر على المستوى الاستراتيجي، لأن منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بالطبع لها كثير من المصالح المشتركة. أحد المكونات الرئيسية لمناقشاتنا اليوم دار حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، واغتنمت هذه الفرصة للتعبير عن رضائنا عن مخرجات العمل التي تقوم به اللجنة المشتركة التي عقدت في بوخارست في شهر أكتوبر من هذا العام، وعقدنا ووقعنا العديد من الاتفاقات حول الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات مختلفة مثل الزراعة والغاز والكهرباء. وكما ذكرت معاليكم، إن مصر هي من أهم الشركاء لرومانيا فيما يتعلق بالتجارة المتبادلة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.